Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just a dog in the family. Credit cards in the scammers. Yeah, ain't no licks in the band. نبدأ بأول بطولة معنا اليوم، مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020. تشهد اليوم 7 مباريات، جميع المباريات في توقيت واحد بدلا من الساعة 9:15 بتوقيت القاهرة، 10:15 بتوقيت مكة، 7:15 بتوقيت غرينتش. المباراة الأولى من المباريات الهامة التي تجمع بين منتخبي بلغاريا وإنجلترا، وسوف تنقل عبر قنوات بي إن سبورت 2 بصوت المعلق علي محمد علي. المباراة الثانية من المباريات الهامة التي تجمع بين منتخبي فرنسا وتركيا، وسوف تنقل عبر قنوات بي إن سبورت 1 بصوت المعلق يوسف سيف. المباراة الثالثة من المباريات الهامة التي تجمع بين منتخبي أوكرانيا والبرتغال، وسوف تنقل عبر قنوات بي إن سبورت 3 بصوت المعلق نوفل الباشي. المباراة الرابعة تجمع بين منتخبي ليتوانيا وصربيا، وسوف تنقل عبر قنوات بي إن سبورت 7 بصوت المعلق سوار الذهب. المباراة الخامسة تجمع بين منتخبي كوسوفو والجبل الأسود، وسوف تنقل عبر قنوات بي إن سبورت 4 بصوت المعلق محمد بركات. المباراة السادسة تجمع بين منتخبي مولدوفا وألبانيا، وسوف تنقل عبر قنوات بي إن سبورت 5 بصوت المعلق أحمد عبدو. ختام مباريات هذه التصفيات، المباراة التي تجمع بين منتخبي أيسلندا وأندورا، وسوف تنقل عبر قنوات بي إن سبورت 6 بصوت المعلق خالد الجول. ننتقل إلى آخر مباريات معنا اليوم، المباريات الدولية الودية. تشهد اليوم 3 مباريات. المباراة الأولى تجمع بين منتخبي تنزانيا ورواندا، تقام في 6:00 بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة، 4:00 بتوقيت غرينتش. بعد ذلك تقام مباراتان في توقيت واحد بدلا من الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة، 5:00 بتوقيت غرينتش. المباراة الأولى تجمع بين منتخبي مصر وبوتسوانا، وسوف تنقل عبر قنوات أون سبورت 1 بصوت المعلق حاتم بطيشة. المباراة التالية تجمع بين منتخبي